ايش رايك ببرنامج لول وز؟ مش بطل، انا ما استخدمه في الستري يعني، في عشان اشوف مين اللي قدامي بسرعه استخدم او بي جي جي ولا لول ولا بلتس. لول وز يطلع لي كده قدام الشاشه وازعاج، ولازم في محل الجيم، انا ما ابغى في محل الجيم اوفرلي. شوف لول وز مثلا هنا يطلع برا منفصل، انا ما استخدمها عشان الايتمايزيشن ولا عشان البلتس كده، ما افضل يعني. اذا جديد في اللعبه وما تعرف ايش تشتري ايتمز امشي عليه، يساعدك مره يساعدك يعني. اوكي لقيت قدامك يا سوا مثلا في اللين، اضغط كذا يقول لك ابني كذا 80%. اوكي بس ما يطالع في التيم ككل، اذا عشان اشوف التيم انا استخدم او بي جي جي، هذا او بي جي جي العادي، ما هو برنامج يعني موقع، بس برضو مو عشان الايتمايزيشن استخدمه، عشان اشوف مين قدامي مين ورايا ايش الهرجه. ايتمايزيشن انت اذا دوبك جديد في الجيم او لسه لور ايلو استخدم لول ويز او بي جي جي اي واحد من هذول او بلتس عشان يساعدك في الـ في الـ في الايتم لين ما تتعلم عليها. بعد ما تتعلم عليها خلاص يصير انت تبني على حسب التيم اللي قدامك، وانت تقرر على حسب كيف الجيم ماشي. الجيم ماشي في البدايه كويس، فايزين مهزومين، عندهم كاتا ميد وكاتا مره تفيد وهم كلهم اي دي، تلاقيك على طول قلبت تبني ماجيك ريزيست. هذه لازم تقرر بعدين هذه بعد لما توصل بلات ان شاء الله. وانت طيب كان اي فليم يو اف يو مس بلاي؟ Everyone always flames me. Flaming is fine. Backseating is not. Isn't it the same? No, it's not. روح اشتري ده، روح سوي ده. لا. This is what backseat gaming is. روح هنا اشتري هذا، سوي كده بكف على طول. Nope. عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. ودو اي ما لازم يزحلق، لازم اوكي ما يوقف زحلقة، مريض ما يعرف يسوي اوتو اتاكس. ليش اقول لكم ما تلعبوا الشامبيونات هذه في الليلو هذا؟ لانه كل اللي بيسويه غلط، كل حركه تحركها غلط، كل حركه، مو كل ابيليتي، كل حركه. الشمس الرائعه والشمس اجنايت 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 بليز. ايش في بطل هذا الجنجل ايدي؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، روح يا الله تي بي العيال ايش فيه؟ الله 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 الله، ثانك يو فور كومينج هلب ذا ستريمر يا عيال. دان خذها كده يا بابا، خذها ما تبغى ما تبغى. ياكل توب ماشي، استنى 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 اسكت هذا هنا يا ود، موت يا ود، بيرجع هذا هذا جيمر وين يو لما انت كنت في الحضانه لسه يا باشا. ايش ده؟ ميبي اي ستارتد لول وين اي واز 2003 حبيبي، اي ستارتد واو قصدي 2003. ايش ذس جاي؟
doesn't work anymore يا ابني. ابغى اجربه بس عشان اشوف تشتغل ولا لا. GA هو حجيبني ولا ما حجيبني؟ اوكي ما عندي دبل. يا ولد ايش بك يا ولد؟ اوه شت داون. ايه مبلغ جالسين يلعبوا ياسوا بالكوز عشان بالكوز يسوي دبليو وياسوا يسوي التي. 30 دقيقة سووها مرة واحدة. ياسوا اول ان تشامبيون تجيب معاه فوق تشامبيون ما في معلوم نهيق عنده انا ما في الدورة لا فنوني. استاذ عمر بما انك شخص كبير ومتعلم ايش رايك بتخصص هندسة حاسب او ما تنصح به؟ النهاية انت ايش تحب؟ اختار تخصص تحبه. بيسأل رأي يا شباب ما فيها شيء. اسأل رأي. انا سمعت انه مهندس الحاسب ما لها مستقبل. عندنا تنصحوني بهندسة برمجيات؟ ما في شيء ما له مستقبل حبيبي. عامة مهندس الحاسب في سوق العمل عندنا حاليا يشتغل more into networking than into software and it all works حبيبي. البرمجيات هم المستقبل يا حبيبي لا تفتي انت وياه. كل شيء is needed مدام related لتقنية البرمجيات حتشتغل بنفسها يعني ولازم تشتغل على كمبيوترات وأجهزة وبروسيسرات ونتورك. النتورك مين حيسويها؟ المبرمج برضو. كده اخر الليل حتطلع واتهك يا عيال. يا عيال لا انتوا لا ياكل لا يا طخه يكسر مخه يا اخي. رحم الله امرئا قال ما اعرف. مو عيب ما ادري ما في معلوم. مو عيب والله ما تنقص منك يا اخي. انا عندي شركه وعندي دا ودا واحتاج الاثنين كلهم وطول عمري احتاج الاثنين كلهم. احتاج مبرمج واحتاج مهندس الاوبريشن اللي هو نتورك انجينير واحتاج اليو اي يو اكس ديزاينر ولا هو ايفر هاز ا باتشلر ديجري واحتاج السيستم اناليست واحتاج البزنس اناليست اندستريال انجينير احتاج البروسيس انجينير. ايش بتقولوا؟ هذا كله يتواءم مع البرمجيات مع التكنولوجيا. بس برمج لا حبيبي. اي ام ذا اي تي جاي اند ذير از ا لوت اوف جوبز. You are the IT guy, the one and only. ما شاء الله تبارك الله take two. ها يا أخواني كلنا نفكر بنفس المستوى بنفس العقلية المتخلفة القديمة اللي لازم بعد ما تخرج أشتغل في وظيفة في شركة. طب يا أخي فريلانس في فايفر بيدخل ودخل أكثر من شركات. You can do it from home. The trend to go بعد كورونا يعني اليوم كنت جالس مع أصدقائي في العمل القدامى الكبار وكنا بنتكلم اليوم على فينومينا جديدة مرة حلوة تفاجأنا منها كلنا حتى هم متفاجئين منها. يعني ايش يقول لك؟ يعني عندهم تخفيض في المصاريف كبير ناويين يسووه بعد ما جات كورونا. يا شباب ايش اللي صار؟ اكتشفوا انه جزء كبير من رحلات العمل اللي كان يدفعوا عليها اوبريشنالي ما لها اي داعي في الحياة. الشغل مشي احسن من اول بكوست اقل. فسيسكو بيقول لي ناويين نخفض. This is هذا سيلز هيد في ريجن في الغربية. هذا مو موظف. حيخفضوا البادجت 25 الاوبريشنال بادجت حقتهم 25% حيلغوها عشان حيبطلوا الفي بي فيزيتس. وهذا ايش معناه؟ معناها they will empower الناس اللي يشتغلوا من البيت اكثر. They will empower الناس اللي شغالين من محلاتهم اكثر. They will empower الناس اللي حيشتغلوا فليكس تايم اكثر. السعوديه اعترفت بنظام العمل عن بعد غير نظام البارت تايم. دوبهم اعترفوا بنظام العمل عن بعد اللي هو مو عن بعد اللي هو الفليكس تايم اللي هو العمل مو الجزئي العمل الكامل اللي هو من مو لازم تداوم كل يوم. اوكي ونزلوا له قوانين يعني تحكمه وتقننه. ايش معناه الكلام هذا؟ معناه شغلنا من البيت حيزيد. الناس مكاتبها والتزاماتها الناس حيصير توجهها مختلف وهذا توجه العالم حاليا. But what you want to do is you want تبغى تخصص يعني طبعا انا دائما مش المتناوب المرن فعلا. انا دائما 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 عندي نصيحه واحده اساسيه لاي واحد يبغى يتخصص. تخصص الشيء اللي تحبه. لو كان الشيء اللي تحبه يعني في ميزه ثانيه لانه والله تقدر تشتغل من البيت فهذه بلس. اذا ما كان ما ينفع تشتغل بالبيت ما يفرق.